بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا باشمهندسين؟ النهارده دي اول حلقه في برنامج الساب. الحلقات اللي فاتت كنا شرحنا برنامج الكاد المدني. نبدا بقى في اولا برنامج الساب ده برنامج للتحليل والديزاين لاي نوع من المنشآت، منشآت سكنيه، خزانات، اي حاجه، بس يفضل في الخزانات لان هو مش دقيق قوي في باقي المنشآت، وهنعرف ليه مش دقيق. الاول كنت عايز اشرح شوية حاجات كده قبل ما ابدأ في البرنامج. هنشتغل على فيرجن 19. الاول لازم نعرف البرنامج الساب ده بيحل المنشآت بطريقة اسمها finite element method. دي طريقة للحل زي الطرق اللي خدناها في الستراكشر الانديترمنت ستراكشر العادية زي الفيرتشوال وورك، مومنت ديستريبيوشن، الطرق دي. طيب ايه معنى الفاينايت ايليمنت ميثود دي؟ باختصار، هي الطريقة شرحها كبير طبعا، بس يعني هقول باختصار عشان نبقى فاهمينها. هي بتعتمد على القانون اللي هو اف يساوي بي في دلتا، الفورس بيساوي كي في دلتا، سوري، الاف الفورس، الكي ده الاستيفنس، والدلتا ده اللي هو الديسبليسمنت الحادث. طيب دلوقتي في المعادله دي اللي بيبقى مجهول عندنا مجهولين، الاف الفورس والدلتا الديسبليسمنت الحادث. طيب ده دلوقتي احنا بن فاحنا بنخش بقى طريقه الحل دي بتعتمد على ان هو بيجيب الفورسز بدلاله الدلتا وفي الاخر يعني يدخلهم في معادلات، يعني الفورس بتبقى بدلالة الدلتا، بيدخلهم في معادلات، بيحسب بعد كده بطريقة بمعادلات الاتزان، بيحسب الدلتا، بعد كده يروح معوض في المعادلات في المعادلة دي يحسب الفورس. تمام. طيب الكي دي، الكي بقى دي اللي بتتحسب في المعادلة دي. طب بتتحسب ازاي الكي دي؟ الكي دي بتبقى على حسب نوع الاليمنت، في 1D element، line element، زي 1D زي line element اللي هو التراس مثلا، في 2D element زي البلاطات، في 3D element زي السدود. فبيخش بقى في المعادلة دي زي ما قلت لكم، بيخش بيحول الفورس بدلالة الدلتا، يروح معوض في معادلات الاتزان، يروح حاسب الفورس الدلتا، وبعد كده يروح معوض فيها في القوانين دي يحسب الفورس. تمام. في مشكلة بقى في المنشأ، المنشأ ده بيبقى شكل يعني شكل مش منتظم، يعني لا هو 1D ولا 2D ولا 3D، ده بيبقى حاجات كذا حاجة يعني. فهو بيحل بقى بطريقة ان هو يقسم المنشأ ده لمساحات صغيرة اللي هي اسمها تشيلز، هنعرفها بعد كده، بيقسمها ليها وبيتعامل مع كل واحدة لوحدها على انها element، ويقعد يحسب في ماتريسيز، بيجيب الكي لكل element، وبعد كده بيحسب الكي للمنشأ كله في ماتريسيز كبيرة كده بدلالة الكي بتاعت كل element، وبعد كده بيقعد يحسب الحاجات دي لحد ما يطلع الفورسز. دي باختصار الطريقة اللي بيحل بيها البرنامج. تمام. طيب نيجي بعد كده، تايب اوف اليمنت. بيبقى المنشأ البرنامج بيتعامل معاهم يعني حاجتين في اليمنت، يا فريم اليمنت يا اريا اليمنت. الفريم اليمنت ده بيبقى المنشآت اللي هي ليها بعدين صغيرين والبعد التالت كبير، زي البيمز، البي والتي بيبقوا صغيرين واللزبان بيبقى كبير، زي البيم، الفريم، التراس. في بقى النوع التاني اللي هو الاريا اليمنت. الاريا اليمنت ده بيبقى ليه بعدين كبار والبعد التالت العمودي عليهم صغير، زي البلاطات، البلاطات بتبقى ليها L1 و L2 كبار والسكنس بيبقى صغير، زي البلاطات، الرافت، اللبشة، التانكس، تانل. الفريم اليمنت اللي هي البيم والفريم والتراس، دول بنمثلهم في البرنامج في الاكس زد بلان. النوع التاني اللي هي الاريا اليمنت بتتمثل في الاكس واي بلان. في نوعين من المحاور لازم نعرفهم قبل ما نشتغل في البرنامج، في جلوبال اكسيز وفي لوكال اكسيز. الجلوبال اكسيز دي ثابته ايا كان نوع الاليمنت، اللي هي الاكس والواي والزد. الاكس هو الافقي زي ما واضح هنا،
الاكس الافقي كده، والواي كده، والزد العمودي عليهم. وفي نوع تاني من الاكسيز اسمها اللوكال اكسيز، دي بتبقى خاصة بالمنشأ ده بس، اللي هي بيبقى لوكال اكسيز 1 و 2 و 3. ال1 اللوكال 1 ده بيبقى في الاتجاه الطولي، اللوكال اكسيز 2 ده بيبقى الدبس، اللوكال اكسيز 3 ده بيبقى الويدث. البرنامج ليه شوية خطوات، 6 خطوات، هي دي اللي بتعمل بيهم، بتحل بيهم أي منشأ، بتعمله بالترتيب كده وبتطلع، بتطلع النتائج على طول. يعني برنامج سهل، مش معقد شوية زي الكاد، ليه أوامر كتير والكلام ده. أول خطوة في الخطوات دي إن احنا نظبط اليونتس والجريدز. اليونتس تشوف اليونت اللي انت هتشتغل بيها، غالبا بنشتغل الفورس بتبقى بالطن، اللينس بتبقى بالمتر، درجة الحرارة بتبقى بالسليزيز، بس دي مش هنحتاجها يعني. دي بالنسبة وتظبط الجريدز، هنشوف بنظبطها ازاي. تاني خطوة دي بتبقى الديفاين ماتيريال. الديفاين ماتيريال يعني انت بتحدد المادة اللي انت هتشتغل بيها ايه، كونكريت، ستيل، وتدخل ليهم شوية بيانات اللي هي الاف سيو لو خرسانة، الاف واي لو الستيل، الاي بتاعت المادة ايا كان خرسانة او ستيل. تالت خطوة دي انت بتديفاين السكشنز، يعني بتعرف السكشن ده مثلا سواء فريم اليمنت او اريا اليمنت، ايه الخصائص بتاعتهم، القطاع شكله عامل ازاي، السبورتات. في حاجة في البرنامج في الاريا اليمنت، هي ساعات بنقول عليها الشيل اليمنت. رابع خطوة اللي هي الدرو، بنرسم شكل المنشأ، رسمه يعني احيانا بيبقى اسهل من الكاد واحيانا بيبقى صعب، فبنضطر ان احنا نرسمه على الكاد ونعمل امبورت من الكاد للساب، وهنشوف بتعمل ازاي. خامس خطوة اللي هي اللود، تحدد اللود بقى سواء ديد لود او لايف لود او احمال الرياح او الزلازل، بس دول احمال الرياح والزلازل يعني دول بيتعملوا لما يبقى المنشأ كبير، ارتفاعه كبير، فبنعملهم على برنامج الايتابس احسن في اللاترال لودز دي. وبعد كده بنعرف حالات التحميل، اللود كومباينيشن، سواء وركينج التيميت او في حالة تاني الكود بيقول عليها. دي خامس خطوة. سادس خطوة والأخيرة بنعمل سيف، وبعد كده ران اند بنجيب النتائج الريزلتس. بس في حاجة بقى، الران ده احنا بنجيب منه قيم الديفليكشن، الاسترنينج اكشن، نورمال شير مومنت وبس. البرنامج يقدر يعمل ديزاين، يقدر يطلع لك قطاعات والتسليح بتاعها، بس احنا عندنا مشكلة ان الكود المصري مش موجود فيها. مشكلة ليها حل، يعني احنا حليناها، بنستخدم البرنامج ده نعمل منه اناليسيس بس، نطلع منه الاسترنينج اكشن، وبنعمل احنا بره شيتات اكسل نصمم بيها كل الاليمنت اللي احنا عايزينها. تمام، ابدأ بقى افتح البرنامج ونشوف شكله عامل ازاي. ده شكل واجهة البرنامج اول ما بنفتحه. قوائم اللي فوق، في فايل، في اديت، في فيو، في ديفاين، دي اللي بنعرف منها الديفاين السكشن والماتيريال. درو اللي احنا بنرسم منها سواء ترسم بيم، هترسم بلاطة. السلكت لو انت عايز تختار حاجة، رسمة كبيرة معقدة فانت عايز تختار منها بخصائص معينة، يعني مثلا البلاطة اللي قطعها كذا هتختارها من هنا، فانت تخش من هنا بدل ما تخش في الرسمة والدنيا تبقى صعبة ان انت تختار منها. اساين دي انت بتعمل منها اساين لللود، اساين للريسترين اللي هي السبورتات من هنا. الانالايز دي اللي بتخش منها تدوس بقى الرن. ديسبلاي لو انت عايز تظهر حاجات معينة، تخفي حاجات معينة من هنا. الديزاين دي ما بنستخدمهاش قلنا لان الكود المصري مش فيها. الاوبشنز دي شوية اوبشن للبرنامج هنتعرف عليهم كلهم واحدة واحدة. فاول ما نفتح البرنامج ندوس فايل نيو موديل، بتظهر لي الشاشة دي، بيقول لي حدد اليونت اللي انت هتشتغل بيها. احنا قلنا هنشتغل تان فورس متر سليفيس، بيقول لك سيف اوبشنز از ديفولت. ماشي، هنا بقى في شوية اختيارات، هنا لو عايز ترسم بيم، عايز ترسم 2D تراس، 3D تراس، 2D فريم، 3D فريم، وول، فلات سلاب، شيلز،
الكلام ده كله. فانا هنا بيفضل ان انت تبدا ببلانك عشان تبقى براحتك ترسم اللي انت عايزه، يجيب لك صفحه فاضيه ترسم اللي انت عايزه. فندوس بلانك تظهر لي شاشتين، عشان انت ممكن تخلي شاشه تعرض فيها مثلا في الفيو بتاع اكس زد، والشاشه التانية تعرض في 3 دي براحتك. بس غالبا يعني بنرسم لوحده، ولو انت عايز تغير فيو من هنا تظهر واي زد بلان اكس زد واي اكس واي 3 دي من هنا. ده كده واضح ان هو 3 دي مكتوبه اهو 3 دي فيو. بعد كده لو احنا مثلا عايزين نغير اللون ده الاسود ده نخليه ابيض، في من اوبشنز هنا color display بلاك جراوند او وايت بلاك باك جراوند، فاحنا بنختار بلاك باك جراوند دايما. اوكي في هنا بقى الاوامر كده دي بنرسم بيها، دي لو عايز نرسم نعمل سيلكت لحاجة معينة، دي لو عايزين نرسم جوينت معينة، دي لو عايزين نرسم فريم بنرسمه بده، او كويك فريم يعني اداة سريعة شوية عنها. درو اريا، درو اريا ريكتانجلر اريا، دي لو اريا مش منتظمة. في كويك درو اريا، الحاجات دي زي السناب اللي في الكاد، لو انت عايز ترسم يعني تمسك من بوينت معينة من الجريد انترسكشن، من الاند بوينت والميد بوينت intersections perpendicular projection lines and edges، فانت بنحددهم بتدوس عليهم كده عشان نحددهم كلهم، بتساعدنا كتير في الرسم. في امر undo redo اللي هي السهمين دول ده وده، في طبعا القفل ده، ده بيقول لك لوك موديل. انت دلوقتي بعد ما بنعمل اناليسيز ويطلع النتائج بتلاقي القفل ده اتقفل، على اساس ان انت ما ينفعش تغير في الرسم او تعمل اي حاجه طول ما انت مقفول. ساعتها لو عايز تفتحه بتروح دايس على القفل ده يفتح، تقدر تغير براحتك. دي بقى حاجات للزوم، بتزوم على مكان معين هتعمل عليه ويندو. ده البان زي اللي كان في الكاد وانت بتتحرك فيه براحتك. ده الفيوز اللي انت عايز تظهرها، ده بيظهر اللي انت شو undeformed shape، ده بعد ما عملت analysis عايز تظهر undeformed shape او deformed shape او ال stresses وال forces، هنشوف نظهرهم ازاي واحدة واحدة. نبدأ بقى بمثال بسيط كده نجربه، هو ده. حاول اجيبهم جنب بعض عشان ما نتعبش. كده نبدأ يعني جنب بعض هنرسم بسهولة أكتر. واحدة واحدة بقى الخطوات كانت ايه من الأول. أول حاجة كانت اليونتس اند جريدز، فنعمل فايل نيو موديل، احنا ما عملناش حاجة عشان نسيفها. ظبطنا اليونت من هنا، تام فورس مترو سليديس، اختار بلانك، ظهرت لي الشاشتين هقفل منهم واحدة. بعد كده ادوس كليك يمين في اي حتة، هتظهر لي ايه الجريد داتا عشان ندخل الجريد. موديفاي، ندخل بقى احنا الجريد نشوف الرسمة. احنا قلنا الفريمز بتترسم في الاكس والزد بلان، فاحنا هنبدأ في الاكس. في الاكس في بقى كام جريد، واحد اتنين تلاتة، او ممكن ده يبقى واحد، فنبدأ ده كده واحد جريد، اتنين تلاتة اربعة، يبقى كده اربعة واحد، واحد اتنين تلاتة اربعة، ده في اتجاه الاكس. في اتجاه الزد هو واحد، وفي الواي ما ينفعش نسيبه فاضي لازم ندخل واحد على الاقل. طيب بندخل بقى بعد كده المسافات دي في تو اوبشنز، يا اما بالاوردينيتس يا اما بالسبيسنج. السبيسنج اللي هو
مسحتهم تاني فندخلهم تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد واحد، يا إما بالسبيسنج يا إما بالأوردينيتس. الأوردينيتس يبقى متدخل، أنت بتدخل الإحداثيات. السبيسنج لأ، أنت بتدخل هي السبيسنج اللي بين كل جريد ويت اللي بعده. فخلينا نشتغل بالسبيسنج ده أسهل. أول واحد هيبقى 5، اللي بعده هيبقى 6، اللي بعده 2، واللي بعده 0. في اتجاه زد هو مفيش. بعد كده ندوس اوكي. اوكي كده نظهر الاكس زد بلان. ايه عملهم لي؟ تمام. في حاجة أوريها لكم، بس أهي الجريد لقيناهم اتغيروا، احنا ما كناش مدخلينهم كده، بس دي لأن هو من نفسه بالأوردينيتس حسب الأولى عند الأوردينيت 0، التانية 5، بعد كده 5 6 11، بعد كده 11 و2 13. لو بالسبيسنج هيدخل هيلاقيه 5 6 2 والأخيرة 0. تمام. ندوس أوكي. أوكي كده احنا عملنا أول خطوة اليونتس اند جريد. ثاني خطوة ديفاين ماتيريال. طب ديفاين الماتيريال من قائمة ديفاين دي من اسمها. ديفاين أول حاجة الماتيريال، في 2 ماتيريال ديفولت موجودين فيه، حاجة كونكريت اللي هي ال 4000 بي اس اي، وفي الستيل دي. بس احنا يعني خلينا نعدل شوية في اللي هي الكونكريت دي، وممكن نعمل اد نيو ماتيريال عادي. الاسم بتاعها نسميها كونكريت، كونكريت 250 مثلا، اللي هي خرسانة جاد 250، ويت بير يونت فوليوم 2.5. لازم تشيك على دي تتأكد ان اليونتس مظبوطة فيها. طيب هنا بقى في حاجة بندخلها احنا، اللي هي المودولس اوف الاستيستي. دي القيمة بتاعته 140 ألف، في جذر 250، افتح قوس، 250 جذر يبقى قص نص، يبقى شيفت 6 نص، انزل تحت عشان هو تلقائي بيحسبها لما انت بتروح في اي مكان. والبويزن ريشيو ده بيبقى 2 من 10، ده هو ثابت ما تغيروش. وكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن ده بيعتمد على المودولس اوف الاستيستي والبويزن ريشيو. فانت طالما دخلت الاثنين دول ده بيحسبوا تلقائي من نفسه. اللي تحت دول دي اللي هي السبيسيفاي كونكريت كومبريسيف سترينث، ده اللي هي الاف سي داش. دي بتبقى للكونكريت المفروض بتبقى 8 من 10، يعني القيمة بتاعة المكعب بتبقى 8 من 10 القيمة بتاعة الاسطوانة، اللي هي 8 من 10 في القيمة اللي فوق. بس احنا دي ما بنستخدمهمش وما تغيرهمش، مش هتفرق في حاجة، لان هو احنا بنعمل اناليسيس بس ما بنعملش ديزاين، فمش هنحتاج نغير في الارقام دي، سيبهم زي ما هم. غيرتهم ما غيرتهمش مش هتفرق معايا في اي حاجة، لان احنا ما بنعملش ديزاين بالبرنامج. تمام. ندوس اوكي. اوكي كده احنا عملنا تاني خطوة اللي هي ديفاين الماتيريال، ولا بعد كده ان احنا نعمل ديفاين للسيكشن. هو السيكشن كان ايه عندي؟ سيكشن 1 كان 25 في 60 سنتي، سيكشن 2 كان 25 في 80 سنتي. سيكشن 1 كان هنا، سيكشن 1 هنا، وسيكشن 2 كان في الكانتليفر اللي بره ده. فاحنا هنعمل ديفاين لسيكشنين، ديفاين سيكشن بروبرتيز. طيب دي واضح انها كاميرا، كاميرا فريم سيكشن، لكن لو كانت بلاطه كانت هتبقى بالاريا سيكشن. هنخش على الفريم سيكشن، مفيش اي حاجه طبعا. هنأد نيو بروبرتي، النوع الماده اللي هتشتغل بيها ايه؟ كونكريت، فبيجيب لك قطعات الكونكريت. لو كانت ستيل كان بيجيب لك قطعات الستيل، اللي هي الاي بيم، شانل انجل، دبل انجل، دبل شانل، الحاجات دي. بس احنا هنا خلينا كونكريت ريكتانجلر سيكشن. انا هنسمي السيكشن بأبعاده عشان ما نتلخبطش، 25 في 60. الدبس، الدبس من اسمه هو 6 من 10، لان احنا الوحدات هنا بالمتر، والويتس ربع من الوحدات بالمتر. بعد كده اوكي، ما بتغيرش حاجة تانية في اللي تحت زي ما قلنا. موديفاي هوريها لكم تاني، دي ما بنغيرش بيها حاجة لان احنا ما بنعملش ديزاين. احيانا بنعمل حاجه بس في السيت موديفاير دي لما يجي وقتها. تمام. الماتيريال هنا كونكريت 250،
بس ملهاش لازمة الخطوة، لأن أنت هتعمل أساين بعد كده. فأنت كده عرفت بس السكشن ده، نعرف سكشن تاني هات كوبي اوف بروبرتي، وهنخش نغير قطاعه 25 في 80 بس كده، ده الفرق كده. اوكي تمام كده، انا عرفت عملت ديفاين للسكشنين. ناقص بقى الخطوة الرابعة اللي هي الدرو. الدرو ممكن من هنا من القوايم دي، وممكن من هنا من هنا. درو هي درو بولي اريا، درو ريكتانجلر اريا، هي العلامات هي هنا. بس خلينا نرسم الايقونات دي اسهل. فنرسم هنا كاميرا، يعني فريم، اهي الكاميرا فريم. فهو بيطلع لك زي بوكس كده تحدد منه. انت هنا هنرسم لما شفنا البيم سيكشن 1 ده اللي هو 25 في 60 لحد هنا، لحد الجريد اللي قبل الأخير ده. فاحنا هخليك تحددها من هنا، ممكن تخليه 25 في 60 أو 25 في 80. فاحنا هنرسم 25 في 60، هنبدأ من الأول اهو. يبقى لما نيجي نرسم هنحس ان احنا مش عارفين المكان اللي نقف فيه، فيستحسن نيجي نعمل edit grid data modify، نسمي الجريد كل جريد باسم عشان تبقى يعني واضحين. مثلا الاولاني A B C D. اوكي كده الدنيا وضحت شوية. نيجي بعد كده نرسم بقى بأمر draw frame. احنا اتفقنا هو بيشوف الكاميرات فريم، بنرسمها بأمر اسمه فريم. هنا انت بتحدد القطاع 25 في 60 من هنا لحد هنا ولحد هنا كمان. لو عايزين نخرج بره الأمر زي الكاد اسكيب. بعد كده عايزين نرسم تاني الحتة اللي فاضلة دي بس بسكشن تاني اللي هو 25 في 80 كلوز. كده احنا عملنا خطوة الدرو. ناقص بس نعمل الساين للسبورتس. السبورتس دي بقى كانت شكلها عامل ازاي؟ اللي هنا ده كان فيكسد، فنروح مختارين النقطة دي كده، واضح انه عمل لها سيلكت الساين جوينت ريسترين. دي علامة الفيكسد، دي علامة الهينج، الرولر انترميديات هينج. اختار الفيكسد، ندوس اوكي. هي ظهرت علامة الفيكسد هنا. الجوينت دي حددها نخليها رولر، الساين جوينت، الساين جوينت ريسترين رولر. اوكي دي علامة الرولر في البرنامج، ودي نخليها هينج. دي علامة الفيكسيت، ودي علامة الرولر، ودي علامة الهينج. كده احنا عملنا خطوة بتاعت الدرو كاملة. نيجي بقى الخطوة الخامسة اللي هي اللودز. اللودز كانت هنا ايه؟ كان واضح ان اللود هنا كان ديستريبيوتد لود، وفي كونسنتريتد لود هنا، وفي كونسنتريتد لود هنا فيرتيكال وهوريزونتال. فاحنا بنيجي بقى هنا اختار الميد بوينت ممكن نحط عليها، وفي ممكن حاجة تانية ان انت تختار الاليمنت ده كله. بعد كده اساين فريم لودز، لان قلنا الكاميرا بالنسبه له فريم element، فالفريم لودز بوينت لود سايت. في هنا نوع اللود باترون ديد كوردينيت سيستم، في الجلوبال لود دايركشن في اتجاه الجرافيتي، اللود تايب فورس ولا مومنت. هنا فورس، هنا ده عشان اول لود مش هتفرق لو حطيته اد تو اكزيستنج لود او ريبليس، لان مفيش حاجه يعملها ريبليس. لو كان في لود بعد قبل كده وانت عايز تضيف لود
فبتدوس add to existing load، فخلينا نخليها دايما add احسن. هنا بقى انت عايز تحط التلاتة طن على الكمرة اللي هي 5 متر دي، فمعناها ايه؟ ان هنا بنخلي يعني هنا بيقول لك relative distance اللي هي الريشيو يعني وقيمة اللود. فهنا واضح ان الريشيو هنا النص، لان هو اللود هنا في المسافة على بعد 2.5 من 5 يعني النص، نخليها الريشيو نص وقيمة اللود 3 طن. هنا طبعا قيمة اللود 0.0 عشان ما فيش، ندوس اوكي الاقي حط لي لود مكتوب عليه 3 طن بس مش ظاهر، فاحنا لو زومنا هيظهر. ممكن نخليه يظهر بصورة اوضح، عايزين نكبر يعني حجم الكتابة من options dimensions tolerance maximum graphic والمينيمم جرافيك. نكبر الرقم ده مثلا نخلي ده 20 وده 10. اوكي هنلاقيها ظهرت اكبر. طب تمام، عايزين بقى نحط الديستريبيوتد لود اللي هو هنا 2.5 طن بير متر، فهنختار المنبر ده assign frame load distributed نوع عدد global gravity load type force. هنا uniform load فهتروح كاتب هنا 2.5 ونخليها add، بس ما تجيش بقى جنب trapezoidal load لان ده مش trapezoidal load، ده بنستخدمه لما يكون في حمل مثلث او حمل على شكل شبه منحرف، لكن هنا ده uniform فبنكتب 2.5. بعد كده اوكي بنلاقيه ظهر 2.5، ده بيبقى بنلاقيه اختفى بس موجود عادي. لو عايزين نظهره من display object load frame عملنا كده ظهر كل اللود، لسه بقى فاضل هنا اللود الفيرتيكال والهوريزونتال. ممكن نعمله بطريقتين، نختار الجوينت دي كده ونعمل assign joint load، وممكن بطريقة تانية ان احنا نختار البيم دي كلها، نختار البيم دي كلها ونحط لود في اخرها عندما الريشيو واحد، نحط بقى فيرتيكال وهوريزونتال. لكن هنا احنا خلينا نختاره بطريقة assign joint load forces add to existing dead global. الفورس هنا في اتجاه الاكس كانت بناقص 4 لان هو الاكس الموجب في الاتجاه ده، لكن الفورس عكسه فنخليها في اتجاه اكس ناقص 4. في الاكس الفورس في اتجاه زد كانت 1.4 طن، اكتبها ناقص 1.4 طن عشان الزد الموجب لفوق وهنا الاتجاه لتحت. لكن دلوقتي اوكي الاول هنلاقيه ظهر لي اللود دي، وطبعا اللود التانية اختفت، بس لو عايزين نظهرهم كلهم display object load frame اوكي كده ظهر لي كل اللود اللي موجودة. طيب في حاجة بقى، احنا قلنا الـ هنا الفورس دي احنا اخترنا الفريم كله وحطينا فورس عند relative distance اللي هي بالنص الريشيو النص وحطينا قيمة اللود ده، ومحددناش الاتجاه لان كانت في الاوبشن جرافيتي دايركشن فحطيناها على طول. لكن هنا لما بنختار لو بطريقة ان انت تحط عند الجوينت دي كنت هتختار تحط اللود، بس هنا بيديك اللود في اتجاه اكس واتجاه واي واتجاه زد، فانت لما تحط الفورسز نحطها باشارة سالب عشان يعكس الاتجاه. تمام كده احنا حطينا كل اللود، كده خلصنا الخطوة بتاعة اللود، بس ناقص فيها اننا نعمل نعرف اللود باترنز. طيب ايه هي اللود باترنز دي؟ define اللود باترنز يعني الديد واللايف. هنا مفيش لايف لود فيعني ممكن ما نعرفهاش، بس خلينا نعرفها. الديد اوريدي موجودة فانت بتختار لايف اد. هنا في حاجة بقى مهمة، السيلف ويت مالتبلاير هنا في الديد انت بتدخلها له بواحد عشان يحسب يدخل الاون ويت في حساباته، ف
اللايف لود طبعا مفيش ملوش ويت، فانت هو تلقائي بيعملها بصفر. انت ممكن تخلي الديد لود سيلف ويت مالتي بلاير بزيرو، ان هو ما يحسبوش معاك، فبتعمله زيرو موديفاير كده. اوكي تمام كده، عملت اللود باترون. في حاجة بقى اللي هي اللود كومباينيشن، اللي هي حالة التحميل وركينج والالتيميت، بتعرفها له. اد نيو كومبو، اول حاجة طريقة الوركينج، ديد واحد، وبتعمل لها اد كده لايف اد، الفاكتور بتاعهم واحد واحد، لان الوركينج بيبقى ديد اللايف بس من غير فاكتورز. كده تدوس اوكي، كده اد نيو كومبو، ندخل الحالة الالتيميت. هنا يعني بيبقى فيه سكيل فاكتور في الديد 1.4، اد بعد كده في اللايف يبقى 1.6، اد. كده انت عرفت حالة التحميل وعملت كل حاجة، ناقص الخطوة الأخيرة إن أنت تعمل سيف. سيف بعد كده ران. السيف بيتعمل بكنترول اس، هنلاقيه هو واضح انه بيسيف. فانت في بقى حاجة مهمة، واحنا بنعمل سيف للفايل ما ينفعش عشان نعمل سيف للفايل باسم عربي، الفايل بيبوظ، فاحنا لازم نسميه باسم انجليش. مثلا بيم 1 سيف. انا غلطت غلطة، ما ينفعش تحط الفايل وانت بتسيبه في الديسكتوب، لان هو طبيعي فايل الساب بيفرش، بيعمل فايلات كتيرة جدا، فانت حاول تعمل له فولدر مخصوص ليه، وطبعا تسميه بالانجليزي. هنعمل له كنترول اس تاني، او فايل سيف از. نيو فولدر، هعمل له فولدر خاص بيه نسميه ساب، نسميه بيم واحد. كده انا عملت سيف، ناقص بقى الخطوة الأخيرة خالص، نعمل رن ونطلع النتائج. من العلامة المثلث اللي فوق، السهم اللي فوق دي، ندوس عليها رن اناليسيس، بتظهر بيقول لك يعمل الحالات دي على ايه. الديد واللايف بنسيبهم رن زي ما هم، لكن المودل دي تيجي عليها ونخليها دونت رن، لان هي يعني دي بتبقى حالة الزلازل، وهنا احنا مش مدخلين حسابات الزلازل معانا، لان هو بيم يعني ما فيش اي زلازل هتأثر عليها. ندوس اوكي، هنلاقي هيعمل اناليسيس ويظهر النتائج. ندوس ران ناو، انا دوست الاول اوكي ما دوستش ران، هنلاقيه تحت اهو بيخلص. analysis complete، يعني هو كده خلص. الشكل اللي طالع ده واضح ان هو شكل الديفورمت شيب، ده اول حاجة هو بيطلعها كديفولت من نفسه، شكل الديفورمت شيب ده اللي متوقع فعلا. كانتليفر بقى فوق، وهنا بيم اللي تحت، تمام. نجيب شكله في 3D، ده شكله في 3D. لو جبنا في الاكس زد زي ما كان، في بقى حاجة هنا اسمها ستارت انيميشن، لو دوسنا عليها هنشوف وهو بيتحرك. تمام، ندوس ستوب. حركته دي بنشوفه بينزل وبيطلع جامد، ده معمل يعني ما ملهاش معنى كده ان هو ديفليكشن كبير، لا ده يعني ليه سكيل السرعة، هو
بيتحرك بيه، لكن مش معنى كده ان ليها قيمه كبيره. انت عشان تعرف قيمه كبيره ولا صغيره بتقف وتشوف قيمه الديفليكشن كام. طب احنا عايزين نظهر بقى قيمه الديفليكشن، خلاص بقى احنا كده مش عايزين الشاشه على جنب. قيمه الديفليكشن دي شو الان ديفورمد شيب، الشيب ديفورمد شيب اللي هو الظاهر ده. طب عايزين نظهر قيمه الديفليكشن، نقف عند اي نقطه ونشوف بتظهر يو واحد ويو اتنين ويو تلاتة. دي ديفليكشن هي الديسبليسمنت اللي حاصلة في الاتجاهات واحد واتنين وتلاتة اللي هي اللوكال اكسيس بتاعته. اللي في الاتجاه ال ار واحد وال ار اتنين وال ار تلاتة دي اللي هي سلوب. نيجي نقف عند هنا، بنلاحظ ان اليو بزيرو عند نقطة السبورت، نقطة السبورت، نقطة السبورت دي اليو بزيرو. طب لو جينا هنا نشوف الديفليكشن بقى قد ايه، واضح ان هو 0.0019. فشوفنا قيمة الديفورميشن هنا عند النقطة دي، اليو تلاتة دي الديسبليسمنت، او بوينت او او 19 متر، يعني بالسنتي بالملي قصدي، هتبقى 1.9 ملي، طبعا مقبولة. طب هنا زومت شوية. طب لو عايزين نظهر ال deformation ممكن يعني على شكل واير شادو او كيوبيك كيرف. ده الكيوبيك كيرف. طب لو احنا شكل واير شادو ابلاي، اوكي ده عشان يرجع شكل الأصلي. restore fall view ده اللي بيرجع الشكل الأصلي. نخليها الكوبي كيرف تاني. اوكي بس احنا هنا لازم نظهرها في الحالة الوركينج، او نرجعها تاني في الفي والاكس زد deformed shape. لازم نظهر في الحالة الوركينج. اوكي جاي هنا الاقيها قيمة الوركينج هي الديد لان هنا مفيش لايف. طيب عايزين نظهر المومنت دي، شو فورسز او ستريسز فريم. هنظهر ايه؟ هنظهر الاكسيال فورس طبعا، بنظهرها في الالتيميت. الديفليكشن فين بنظهره؟ في الوركينج. الستريننج اكشن بقى ان اكس واي النورمال والشير والمومنت بنظهره في الحاله الالتيميت. طيب الاكسيال فورس ده النورمال، الشير 2 2 ده اللي هو الشير، والمومنت 3 3 ده المومنت. خلينا نظهر المومنت دلوقتي. سكيل خليه اوتوماتيك. الاوبشنز فور دياجرام، فيل دياجرام، شو فاليوز ده عشان يطلع لك قيم المومنت. ابلاي، اوكي المومنت هنا ناقص 3.92، هنا 9.11، هنا ناقص 9.39، هنا 0.8. واضح انها قيم مقبولة، يعني ما فيهاش قيم مش مقبولة. يبقى كده احنا خلصنا. هناخد بقى examples يعني اصعب شوية. تمام كده احنا خلصنا، بس في حاجة بقى يعني انا قصدت اسيبها للاخر واجي اعملها تاني واغيرها واشوف هتفرق في ايه في النتائج. هنا مثلا كانت البوزيتيف مومنت 9.11، تمام خلينا فاكرين الرقم ده. طب لما نيجي بقى هنغير حاجة فلازم نعمل انلوك للموديل نفتحه، فنيجي عند القفل ده ندوس. بيقول لي انلوك
unlocking a model will delete analysis results. اوكي كده اللود اختفت بس هي موجودة عشان نظهرها. نخش display element load frames. اوكي ظهرت اللودز بس ناقص طبعا اللي هنا اللودز اللي كانت على جوينت دي. طب عشان تتأكد انها موجودة انت لما عملت display عملت show element load للفريم لازم تعمل الجوينت. لو عملت الجوينت تختفي الفريم. فانت تيجي عشان تتأكد ان اللود ده موجود ولا لا تيجي عند الجوينت دي وتدوس كليك رايت اللودز يقول لك في اتجاه اكس ناقص 4 وفي اتجاه زد ناقص 1 و4 من 10. اذا اوكي تمام. في حاجة بقى اللي هنغيرها ايه هي دلوقتي في لما جينا نعمل ديفاين للسيكشنز فريم سيكشنز اللي هي ال 25 في 60 وال 25 نعمل له موديفاي. كان في حاجة اسمها سيت موديفايرز. السيت موديفايرز دي عند دلوقتي بتدخل له يعني كفاكتور كده ان هو ما ياخدش معاه التورشن لان هو الكاميرا دي ما عليهاش تورشن. فانت لازم تدخل له الرقم ده برقم صغير جدا قريب من الزيرو. ما ينفعش تديها له بزيرو خالص تخليها رقم قريب من الزيرو. اوكي تقرب من ده تاني 25 في 80 تعمل له موديفاي سيت موديفايرز رقم قريب من الزيرو. اوكي نعمل رن نشوف النتائج هتفرق في ايه. دي دونت رن للموديل رن ناو. طالما شغال تحت بيحمل كده يبقى هو بيعمل الاناليسز. اول ما تظهر كلمة start animation يبقى هو خلص. احنا عايزين نظهر قيمة المومنت stresses frames في الحالة الالتميت قلنا الوركينج للديفليكشن لكن الالتميت للاي للنورمال والشير والمومنت. المومنت 3 3 شوف values. اوكي البوزيتيف مومنت ما اتغيرتش. طيب تمام كده احنا خلصنا. نخش بقى على اكزامبل معقد شويه اللي هو اللي بعده ده مبيفرقش اي حاجه غير ان في ترابيزويدال ترينجلر لود. تمام طيب هو ده الفرق. وفي مثلا هنخلي السبورت ده مايل يعني السبورت ده كده هنخليه مايل عشان نشوف هنعمله ازاي. تمام نيجي بقى نفتح موديل جديد الموديل الاكزامبل ده مش هياخد معانا وقت. انا بس عايز اوريكم التريانجولار لود ده بيتعمل ازاي. بلانك والفورس متظبطه بالطن. نقفل ويندو منهم ونشتغل على الاكس زد فيو. نخلي الخطوات قدامنا عشان نعملهم واحدة واحدة. كده احنا عملنا اليونت. نعمل الجريد للكيمين اديت جريد داتا موديفاي نشوف شكل اللود كان عامل ازاي. كان في اتجاه اكس 1 2 3 4 فندخل في اتجاه اكس 4 1 2 3 4 في اتجاه واي وزد ندخل واحد على الاقل. معندش دخل بالسبيسنج بتمسحه. طب نعملهم تاني 3 4 السبيسنج الأولى 5 بعد كده 3 بعد كده 5 وآخر واحد 0. ندوس اوكي نظهر الاكس زد بلان. عشان نظهر أماكن الجريد اهي 1 2 3 4
تمام. كده احنا عملنا الجريد خطوات يونت الجريد ده عملناها. نعمل ديفاين للماتيريال، ديفاين ماتيريال، نعمل موديفاي للكونكريت دي نخليها كونكريت 250 والويت بير يونت فوليوم 2.5 والمودلس اوف الاستيسيتي 140,000 في جذر 250 كوس 250 شيفت 6 نص. لازم ننزل تحت عشان هو يحسبها. بكده دي 2 من 10 ما غيرهاش، ودي ما غيرهاش، ودي قلنا ما بنعملش ديزاين فمش هنغيرها. اوكي كده احنا عملنا ديفاين للماتيريال. نعمل ديفاين للسيكشن. السيكشن كان مديهولنا ربع في 6 من 10. ديفاين السيكشن فريم سيكشن لان دي كاميرا. اد نيو كونكريت. انا بعمل المثال ده بسرعة عشان احنا بس عشان نعمل فيه ريكتانجل 25 ده النيم نعمله اي حاجة. الديبس 6 من 10 والويتس 25. نعمل صوت موديفايرز التورشنال كونستنت نخليه رقم قريب من الزيرو. اوكي كده احنا عملنا الخطوة بتاعة الديفاين سيكشن. نعمل نرسم بقى ندوس عليها. المفروض هيظهرلنا البوكس اللي هنختار منه السكشن، بس هنا مفيش غير السكشن ده اصلا اللي عملنا له ديفاين. نمشي لحد ما تظهر لنا كلمة جريد بوينت. تمام اسكيب عشان نخرج بره الأمر. ناقص بقى نحط السبورتات ونختار ده assign join tree stream. ده كان هينج. في ميزة في النسخة فيرجن 19 من الثابت ان انت ممكن وانت فاتح تغير في الجوينت وتعمل ابلاي، تغير في الجوينت وتعمل ابلاي. في النسخ القديمة كنت لازم تقفل وتعمل كل واحدة لوحدها، فاحنا خلينا هنا نعملهم مرة واحدة. دي كده هينج ابلاي. كانت رولر دي كانت رولر أبلاي والأخيرة دي كانت رولر برضو أبلاي. أوكي كده احنا خلصنا الخطوة بتاعة الرسم. نيجي للخطوة الأخيرة، بنعرف اللود باترن، ندخل الحمل الأول. ده الكاميرا دي كانت عليها distributed load 2 طن بير متر. assign frame loads distributed at dead في اتجاه global في gravity دي force. ده قولنا uniform 2. اوكي كنتو مش ظاهرة، احنا عشان نظهرها قلنا من ديسبلاي من الرقم نفسه هو اللي مش ظاهر. فمن الاوبشن دايمنشن اند توليرانس ماكسيمم دي نخليها مثلا 20 ودي 10. اوكي ده هي رقم 2. وهنا في الفريم الكاميرا اللي في النص دي عليها 2 كونسنتريتد لود، ممكن نعملها بايه؟ اساين فريم لودز بوينت ديد في جلوبال جرافيتي فورس اد. طيب هنا كانت دي مسافة 3 في 5 طن على بعد 1 و5 طن على بعد 2، يعني الريشيو على بعد الريشيو كانت 1 على 1 متر على 3 متر. كانت تدخلها له كده وتنزل هو بيحسبها، تروح مدخل هنا قيمة اللود 5، وهنا كانت على بعد 2 متر على 3 متر قيمة كان 5 طن.
اوكي لازم الباقيين يبقوا زيرو، تاخد بالك منهم. قيمة الفرصة بزيرو لأن مفيش حاجة. ندوس اوكي. التانيين يختفوا بس هنظهرهم، هنعرف نظهرهم ازاي بعد كده. ناقص الحمل المثلث ده بقى، هنختار الكاميرا دي، assign frame loads distributed، ده حمل موزع، add to existing. اليونيفورم مفيش، هو مش يونيفورم، هنخليه بزيرو. الريلاتيف ديستانس عندي زيرو بزيرو. طيب في النص بتلاتة، يعني في النص بتلاتة، وعند واحد بزيرو، بس كده عندي زيرو كان بزيرو، وفي نص الحمل المسافة كان بتلاتة، وعند الواحد كان بزيرو تاني. ودي خليها ما ينفعش، دي مثلا كانت تبقى تلات ارباع، دي قصدي كانت تبقى تلات ارباع وبزيرو، لان هو عند مسافة تلات ارباع مش بزيرو. لا تاخد بالي. اوكي هرجع اعمل لي الحمل المثلث، عايز اظهر هنا الحمل ده كان موجود قبل كده فاكيد موجود. يعني كده انا عملت الخطوة بتاعت دخلت الحمل، اعرف بس اللود باترن واللود كومباينيشن. define load pattern edit موجود، نخلي self بزيرو. بص عادة هنا عشان كاميرا انا عايز ارقامها هتطلع للي احنا بنطلعها في الاستراكشر اللي خدناه، فبنخلي السيلف ملتيبلاير بزيرو، لكن لما نيجي نحل منشأ وبلاطة وبتاع لا، بنخلي السيلف ملتيبلاير ده بواحد. تمام، هندخل لايف اد. اوكي كده نعرف اللود كومباينيشن الوركينج والالتيميت. نعمل سيف الاول، كنترول اس. احنا كده خلصنا خطوة اللود، نعمل ران الاناليسيس بس نسيف الاول هنا بي ام 2 مثلا. قلنا ما نسيفش الفايل باسم عربي عشان بيبوظ. سيف كده بيعمل اناليسيس. دوست اوكي بس ما دوستش رن، نقول ما رن عندي دونت رن، رن نيم. طالما شغال تحميل تحت كده يبقى هو بيعمل اناليسيس. ده شكل deformed shape هو اللي احنا متوقعينه. نطلع على شكل المومنت، نشوف الاول قيم الديفليكشن. فورمات شيب يبقى في الوركينج زي ما اتفقنا. اوكي نجيب قيم الديفليكشن هنا مثلا في النص الاول، نتأكد ان فوق السبورتات بزيرو. شو الفورمات شيب في الوركينج، فانت بتقول له درو كونتور عشان يظهر لك في الاماكن اللي ما كانتش ظاهره قبل كده. درو كونتور لايه؟ لليو زد، الديفليكشن في اتجاه زد. اوكي
هنلاقي زهر عملنا أو في كونتور هنا في النقطة دي أعلى قيمة تقريبا بين اللون اللي هو ده ناقص 5.85 × 10⁻⁶ يعني تقريبا 0.58 ملي ديفليكشن، طبعا قيمة صغيرة مقبولة هنا بس كده. عايزين نظهر المومنت فريمز في الحالة الالتيميت مومنت ام 3.3 وشو فاليوز اوكي كلوز. هنا بوزيتيف 6.84 نيجاتيف 7، ارقام منطقية جدا. تمام كده احنا خلصنا. في بقى شوية تريكات بسيطة في البيمز كده، ان احنا نعمل كاميرا مايلة فنفك الموديل مثلا ونعمل الكاميرا دي مايلة، عشان لازم عشان نغير نفك الموديل. احنا عايزين نخلي الرولر دي مايلة بزاوية 60 مثلا، نقف عليها الصين جوين لوكال اكسيز، خليه يلف حوالين الواي اللي هي كهي الطبيعي بتبقى بزيرو، فاحنا عايزينه يلف بستين درجة مثلا، نخليها 60 حوالين الواي كده اوكي. هنلاقيه لف، اللف هنا بالزاوية بتتحسب حسب يعني على قاعدة اليد اليمنى، فلو اليد الصباع كبير مع الكاميرا اليد اليمنى بتلف، هتلاقيه لف كده 60 درجة من هنا كده 60 درجة. المحور ده بيلف حوالين اكس الاولاني كده 60 درجة. تمام، لو انت عايزة 60 في الاتجاه التاني تروح كاتب الزاوية ناقص 60. ده بالنسبة للركيزة المايلة. لو احنا عايزين مثلا نحط سبرينج بنقف على الساين جوينت سبرينج، خل قيمة الاستيفنس في هنا حسب الاتجاه، لو السبرينج كان كده يبقى الاستيفنس بتاعه في الاتجاه زد اللي هو ترانسيشن 3، ندخل له قيمة الكي هنا طبعا وحدته طن بر متر. ده بالنسبة للسبرينج كده. احنا قلنا التركات الركي، لو في سبورت مايل بنعمله ازاي، لو في سبرينج بنعمله ازاي وندخل قيمة الكي بتاعته. طب لو في هبوط بقى حاصل من هنا من الساين جوينت، فين جوينت لود اهي ديسبليسمنت، بندخل له قيمة الديسبليسمنت اللي حاصلة كام، وطبعا اد تو اكسيستنج لود في اتجاه الجلوبال، تروح دايس اوكي كده انت دخلت له عرفته ان في ديسبليسمنت بقيمه كذا حاصل. تمام، ده بالنسبه للبيمز تقريبا بكل افكارها. عملنا البيم عاديه سيمبل، في ترابيز يونيفورم ديستريبيوتد لود، في نون يونيفورم اللي هو الحمل المثلث، قلنا السبورت المايل بيتعمل ازاي، السبرينج بيتعمل ازاي، الهبوط لو فيه بندخل قيمته ازاي. كده تقريبا كل حاجه بالنسبه للبيمز. الحلقه الجايه ان شاء الله عشان الناس ما تزهقش هعمل بقى الحلقة الجاية الفريم والتراس. يا رب تكونوا استفدتوا الحلقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.